سفرة بترحب بسادة المشاهدين في كل مكان. اهلا بكم مرحبا في برنامجكم الشيف. النهارده عندي طاجن موزة بالبسلة والبطاطس والجزر. طيب عندي موزة بتلو او موزة ضاني. بعد كده عندي بسلة وجزر وزعتر وبطاطس وطماطم وملح وفلفل وكمون وبصل ومستكة حبهان توم كرات كرفس فلفل حار سمنة كريستال الصفرة. كده احنا كلامنا جميل وزي الفل. وادي عندي كده هنا الموزة كده زي ما حضرتك كده شايفينها حاططها في النار عشان تاخد سواها. انا مش هستعجل عليها لا ده انا هخليها تشتغل براحتها. وادي شوية طماطم بوري كمان اهم عشان تعيش حياتها زي ما عايزة. وادي مكعب مرق مش هتفرق عندي. وادي شوية زعتر اهو. وادي شوية مستكة. وادي شوية كمون. انا عايزها بقى تاخد راحتها وتتدلع زي ما عايزة لان انا ما اقدرش استعجل عليها. وقلت استوت دي عايزة من تلت من نص ساعة لخمسة واربعين دقيقة. يبقى نشوف طلباتها ايه ونعمل لها اللي هي عايزة. وبعد كده نسيبها على جنب ونشتغل في الطبقة اللي بعديها عشان تطلع معانا مستوية وما نعملش زي ايه نقول لك دي استوت وهي لسه نية. وما ينفعش الكلام ده لازم بكله صح. طيب نزود بطاطسية تاني كده عشان يبقى عندنا الكمية جامدة. طيب كده هنا عند البطاطس اهي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عيش حياتك براحتك. طيب احنا عندنا نار تانية نستخدمها. ننقل كده اهي تشتغل براحتها زي ما هي عايزة. تعالوا بقى نخش على موضوعنا. طاس على النار عندي سمنة كريستال الصفرة اهي. صلي على حضرة النبي. زي بعضه بقى متبادل ولا انتوا عاملين جمعيه ولا حاجه؟ لا والله كل حاجه موجوده. التموين موجود احنا بس احنا كده بنشتغل واحده واحده لما نخلص الحدانه نجيب غيرها. طيب هنا بقى البطاطس ممكن اقطعها حسب رغبتي.
بعمل لها صدمة عشان خاطر تطلع معايا حلوة. طيب يلا اشتغلي براحتك، اشتغلي براحتك كده. نشوف هنعمل ايه في الطماطم بتاعتي. كده احط دول هنا اهو عشان اقشرهم. ادي بصل بطاطس تانية. الله خير، الله انت خير يا ابن جدع. نجيب بقى التوم بتاعنا. اهو. وادي كمان شوية زعتر. ده التوم. كله بشوحه كده مع بعضه. الريحه بدات تطلع اهي ما شاء الله. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بحب البصل كتير دايما في الطواجن، البصل كتير في الطواجن يبقى جميل. ده البصل بتاعي اهو. وادي معلقة سمنة تاني. حاضر يا باشا. الراجل مقربني وبتكلم دايما في الصح. ادي معلقة السمنة اللي هو قال لي حطها زيادة. يا ست ام رمضان سلام عليكم. ست ام رمضان يا باشا عامل ايه؟
صباح الهنا على عينك يا حاجه. طيب وانت طيبه ست ام رمضان؟ والله يا حاج انا النهارده عيد ميلادي بقى كل سنه وانت طيب 60 سنه. يا رب يكونوا 160 سنه كل سنه وانت طيبه بعود الايام يا حاجه. ربنا يسلم عليك والله كلهم. صباح الهنا على عيون حضرتك يا ست الكل. جواز جوزي برضه الاسبوع اللي جاي. ما شاء الله عقبال يا رب ما يعدي 100 سنه برضه. عايز اسلم عليك يا باشا. صباح الفل. صباح الفل على عيني. على عيني. صباح الفل عليك يا جميل. الله يسلمك. ازيك يا جميل؟ انا بحبك قوي يا شربيني قوي. صباح الهنا على عيونك يا جميل. اللهم صل على النبي. انا زي الفل والله. انت اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كويسه. انت ما بتجيش ليه؟ ايه؟ ما بتجيش ليه؟ هاجي اعمل ايه؟ مش تيجي حضانه شويه؟ طيب النبي تبقوا تيجوا. صباح الفل على عيونك يا جميل. صباح الهنا. عايز تريح شويه؟ عايز تقيل شويه يعني؟ المخرج دماغه وجعته. عايز اريح شويه، عايز اقيل شويه. هستأذنكم اخد فاس وارجع لكم تاني. اوعوا تروحوا محطه ولا تروحوا اي حته. رجعنا بعد الفاصل ونكمل في طاجن الموزة. حطينا بطاطس، سمنة، أعشاب، بصل، جزر، زعتر، كله مع بعض اهو. وادي مكعب مرق، ادي بسلة، حطينا طماطم، وادي طماطم تاني عشان ما كفتش اللي عندي. وهم قرنين فلفل عشان رضا ما تحبش الفلفل. دايما بعمل لها الحاجه اللي هي عايزاها. ما بفرش عليكم تحطوا فلفل حسب الرغبة. ممكن تحطوا فلفل رومي قوي بتموت فيه. يا سلام بقى على حبة كزبرة خضراء. يا حبيبي يا محمد، يا ست ام محمد، ازيك يا سيد؟ صباح الهنا على عيونك. ده صباح الفل والياسمين على حضرتك. ربنا يكبر بخاطرك يا بنتي. الله يخليك، ربنا يديك الصحة يا رب ويخليك دايما لينا كده على اساس نشوفك على طول. تحت امر سعادتك يا فندم موريني. والله انا بحب برنامجك جدا. الله يكبر بخاطرك يا بنتي. ويكبر بخاطرك زي ما بتكبر بخاطرنا. الله يخليك. اتفضلي سؤال حضرتك ايه؟ انا قبل كده اتصلت بحضرتك وقلت لك اديني رقم تليفونك بس انت حضرتك ما كلمتنيش. لا انت سيبي رقم تليفونك وانا خدامك. على عيني يا فندم. على عيني يا حبيبي، على عيني يا فندم. كده هنا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بقى دلوقتي. ادي كده الموزه بتاعتي شغاله. وادي الشوربه. هقرب المسافات عشان ما نبعدش من بعض. عشان المخرج بيقول لي هفضل اجي وراك من هنا لهنا ورمون لازق الكرسي فما اعرفش اتحرك بيه. قلت له ليه كده؟ قال لي اصل هو مش عايز يهين نفسه. شكرا يا عم رمون. كده تشخلي اللي تبقى لي براحتها. تشخلي وتبقى لي براحتها. بعد كده الفرن اللي هي ايه هيحكم ما بيني وبينها. بصوا بقى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب ده كده اهو.
حبيبي يا سيدنا محمد، واروح جاي. نعم يا فندم. قبول اوفون. ايوه صباح سلام. الخير يا شيف. صباح الفل عليك استوفون. ازاي صحتك؟ بنعمة يا بنتي. بقول لحضرتك ايه؟ امور يا فندم. ساعات بتستعمل سمنه كريستال البيضة وساعات بتستعمل الصفرة. اه امتى نستعمل دي وامتى نستعمل دي؟ والله بص، هي الصفرة محبوبة في الحلويات كتير ماشي، لكن هي ما بتفرقش ما بين دي ومن دي. عايزه تعملي رز اعملي بالرز بالبيضة، عايزه تطبخي اطبخي بالصفرة، لكن برضو في نفس الوقت الاثنين هديكوا الغرض اللي حضرتك تحبيه. بشكر حضرتك على اتصالك يا فندم. اوبا بص بقى، شفت الطش يا باشا؟ اوبا 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 اوبا، استر يا رب استر يا رب. بحب البريبريشن ده قوي. يا ولد يا ولد، الله اكبر الله اكبر. اه يعني اه فرقع ولا همك كده. نجيب دي كده اهو، ودي كده اهو. نعم يا فندم. طبعا طبعا اعمل فيه زي انت عايز ما تعمل. صل على النبي. اهو اديله كمان شويه شوربه من الحلوه دي. اه ده البهريز. لازم يا جماعة واحنا بنطبخ بنستمتع بالأكل، بنستمتع بالأكل. كده ياخد له نص ساعة على الأقل، ساعة مش هتفرق عندي. أنا عملت الأساسيات بتاعته يعيش حياته زي ما هو عايزها. نعم يا فندم. لا يا باشا ده انا هاخدها اشربها على الريق، دي بنعملها سرنجات. والسلم الحبة شوربة موزة زي الكتاب ما بيقول. عندنا بقى نعمل ايه؟ عايزين نعمل طبق عجة يا ولاد، حاجة حرشة بقى، يعني حاجة تبقى كده يعني تحس الواحد بياكل. يلا بينا نشوف هنعمل ايه العجة بتاعتنا. ام رامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ست ام رامي. حضرتك انا بكلمك وبقول لك انا عايز صينية رز معمر. يا فندم؟ رز معمر. رز على عيني يا فندم، على عيني. وربنا يكرمك يا رب ويديك صحتك وعافيتك ويكرمك ان شاء الله باذن الله. تأمري يا فندم تأمري يا فندم. فين يا ابن الشبت يا ابن انت؟ يا ده انت.
تحت مفيش؟ شوف عند الجيران. طيب ماشي. الجيران لبعضيها يا اخي، اشحت عند الولايه اللي جنبينا. يا ساتر. طيب ماشي، بس مش هنضحك على الناس برضه، هنقول لهم دي لازم يكون تاخد شابت. هو الكزبره اهم حاجه عندي، طالما الكزبره موجوده انا مش قلقان. مين؟ ورمون يا رمون، ما هو بلم العمله بتاع التكاتك وهو جاي في السكه فما لقاش. كتر خيره يا عيني، كتر خيره يا عيني. نشوف بقى العجه بتاعتنا نعملها ازاي. تونه، بيض، انشوجه، كمون، بقدونس، بطاطس مسلوقه، شبت، كزبره، فلفل الوان، بصل، ثوم، زيت، ملح، فلفل. حلو الكلام. البصل ده مش مال عينيا، البصل ده مش مكفيني. العجه زي الطاجن، تحب تاخد بصل كتير. وبعدين اخد لها كمان قرنين فلفل حراقيين، لان انا اللي هاكلها واللي هيجي يمتها هغزه. انا بحذركم اهو، اللي هيجي يمت العجه دي هعجنه. هي فيها توم؟ اه فيها توم. في بصل متقشر عندي كتير اهو، استغله. معلش احنا بنتكلم. وادي كمان بصلايه اهي. يا ليلة بيضة انهار مش فايت. كده البصل الكتير بيعمل لي شغل حلو. لازم تناموا، وانا هخلص منكم ازاي؟ بص كتير بنوم يخني. يا بجد. الو، سلام عليك يا بجد. وعليكم السلام. امور يا قمر. امور يا قمر. بسلم عليك. صباح الفل على عيونك يا جميل. كان اخويا بس عاوز يكلمك. دول يا حبيبي بجد يا اخو بجد. ايوه يا حبيبي. الله يا شيخ. صباح الفل على عيونك يا جميل. وامرني يا قمر. بحبك قوي. صباح الفل على عيونك يا ابني. ليك سؤال عندي يا حبيبي. صباح الفل على الشباب اللي زي الورد. طيب كده هنا لميت انا الايه؟ البصل اللي عندي اللي كان هيترمي بكره، وانا ما عنديش حاجه تترمي، كله يمشي. اكسره تكسيره كبيره شويه. الله، ولا اله الا الله. وادي التوم، وادي بقيه البصل اهو. نعم. برضو انت تاني؟ انت بتلحش فاصل. هادي الليله اللي مش معديه. هستاذنكم يا جماعه، بعد ما عملت البصل كده اهو، احطه بس ايه ينمل هنا اهو، واخد فاصل وارجع لكم تاني. هو ده المحطه، واطرف اي حته.
كده بعد الفاصل وكده حطينا الطماطم مع الفلفل وهنا في اليخني الجميل ده يخني عليك. وبعد كده قوم ايه نجيب دول على جنب. طيب كده هنا الانشوجة والتونة عشان تدوب مع بعضيها وتطعم بعضيها. مين دي؟ والله ما انا عارف يا نكدي، والله كانت بتلاتة جنيه. ها؟ طب امال الانشوجة بكام بقى؟ ما بناكلهاش اهي. ماشي. وادي فلفل الالوان نخلي دي على جنب كده تريح. انا منقطع. انت مستعجل ليه؟ انا عايز اشتغل براحتي يا اخي. بيقول لي ما تخلص بسرعه. عنده ده التنك، عايز يتنك عليها بس. اسيبها لك وامشي؟ هتجيب رموني بقى في مكاني؟ لا شكرا شكرا. شوف بيقول لي يا سبحان الله اللي بتكسفه مش عارف بقول ايه. بيقول لي يعني يا رمون هيجي مكانك. هتيجي تشتغل مكانه؟ مش هات من هنا، امشي. مش بقول لها العيش هاك. شو خلاص بقى نصبت عليها في الجمعيه تقول انا مش هدفع فلوس تاني. كده نقطعها كلها مكعبات. نعم. يا سلام، هذا اللي مضايقك بس وعمال بتحزق من الصبح وزعلان وقرفان وهتقولك عرق على ايه؟ قول لي شيل دي وخلاص. بيقول لي انت اسوأ طباخ شفته في الشرق الاوسط. بتقول لي اسوأ طباخ. صوتك عالي وعمال تشخط وتنطر ولا بتعرف تطبخ. ايه اللي هنبلع لك؟ ايه انت لو في حاجه بتعملها حلوه هنبلع لك دي عشان دي، لكن لا دي ولا دي. متشكرين يا عم، ربنا يخليك. ماشي. مش هقول لهم اسمك ايه عشان ما حدش يعرف ان انت اللي قلت. اول حرف من اسمه محمد فهمي. الله. اسكت اسكت، ده انا بقيت اعرف اطبخ. كده يبقى كده حضراتكم عملنا الاساس عندي. وادي كده ادي البطاطس. كنا بنعملها زمان عندنا بالرز المسلوق او الرز، مش رز مسلوق يعني ولا حاجه، هو كوب بوفال. عندنا حبه رز في البيت من امبارح، وبعدين احنا بنزرم عليه. لا هناكل رز حاف مش عارف ايه. فاما الله يرحمها تقول طب انا هتصرف، حبه خضره وشويه شبت وشويه بقدونس وخمس ست بيضات من عند الفراخ من تحت من اللي عندنا، وتروح جاب حبة الرز اللي بايت دوت وهوب اقلب ادي ادي عجة بالرز وتحط لنا بس عشان نتخمد وننام. بس عليها النعم من نعمة ربنا ما تعرف تعملها دلوقتي. شوف ازاي اللي كانت امي بتعمله الله يرحمها ما حدش عارف يعمله دلوقتي. وتاكل وتلحس ايدك وايه. كده اهو الخضره مهمه عندي. ست رشا. ايوه يا استاذ شربيني، عامل ايه؟ حبيبي ماما رشا. ايوه يا استاذ شربيني، حبيبي مولي يا ست رشا. انا شامه الريحه لحد هنا. نعم.
عندك الرز؟ طيب وانا عندي البيض. نعمل حجة بيض برز. طيب كده هنا بقى ست اسماء. الو، ازيك يا ست اسماء؟ الله يسلمك. ازيك يا شيف شربين؟ في نعمه يا ست اسماء. عامل ايه؟ كويس الفل والله الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ انا الحمد لله تمام. انا بتصل بس بطمن عليك. يا صباح الهنا والفل يا ست الكل. الله يخليك. اي سؤال يا ست الكل؟ لا الله يخليك. خدام سعادتك. اشكرك يا فندم اشكرك. كده هنا عند البيض اهو. بس انا كده حاسس ان البيض قليل. كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو اغسل ايدي بقى كده عشان الاكله دي مش هتفوتني. مع شويه ليفت من هنا. ده الليفت هنا ايه حكايه. هنجربه دلوقتي. بس مش اجي امسك البطل ما انا اجربه اخد منه حته ليه واقف له هناك وهدي له حبه وجيب له قرطاس وجاي. ايوه اقعد. يا ابني شوف بيض عند الجيران يا ابني. انتوا مش شايفينها ليه؟ اخر شهر الله يخرب بيتكم. في ايه؟ شبت؟ لا مفيش بيض. لا مفيش. ما بلاش نشتغل بقى. هو المخرج لابد يا رب مخيط جيبه ولا ايه؟ تطلع فوق صوتها يا اخي هتلاقي البراخ بايضه. بص ما كانش يتشد ما يجيبش. جه جري. صنف خاف ما يختشيش. خش. الو. ايوه صباح الخير. صباح الهنا يا فندم. ازيك يا شيف شربيني؟ عاجبك في اللي بيعمله فيها المخرج ده يا ستي؟ ده انت زي العسل منور. الله يصلح حالك يا ست الكل. ربنا يخليك. اتفضلي يا فندم. ربنا يديك الصحه كده وتعمل لنا اكلات حلوه على طول. الله يكبر بخاطرك يا فندم. اموريني سعادتك. تعيش. كنا عايزين نعمل بقى شويه اكلات في يومي كده. ايوه. ايه كل سنه وانتم طيبين. ايوه. وناكل بقى حاجات حلوه من ايديك. طيب رومون بقى يترفع عليه قضيه دلوقتي لان هو انا بكره هعمل له. يا بصوا حضراتكم. لا 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 من يوم السبت بقى يا شيف شربيني. ما هنعمل مقدمه من بكره بقى عشان يبقى يوم السبت تلاقوا جاهزين. هنعمل لك بصاره يا ستي. ايه رايك؟ عيش ربنا يخليك. ماشي يوم الخميس نعمل لكم بصاره؟ من اولها بصاره يا شيف شربيني. رابط جيبي. ما هم رابطين جيبهم. ما هم اشمعنى انا؟ طيب خلاص اعمل لك بيتزا. بس البيتزا بقى هنعمل بيتزا سامي. ما تنفعش. طب سيبينا افكر لكم في حاجه حلوه كده. خدام سعادتك يا فندم اشكرك. نعمل عدس برضو. نعمل كفته سامي. هو في كفته سامي؟ انا بعمل كفته سامي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده هعمل فيه العجة. يلا يا من هنا امشي. انت رابط دراعك على الفاضي. واحد بيقوم من النوم يلاقي دراعه مربوط. طيب كده هنا عشان حضراتكم اقطعها واطلعها بالقطعة. ادي الفرشة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد اعمل كده اراجع كده اهو. شوية بقسماط.
كده اهو. هنا في موضوع عايز اقول لكم عليه. طبعا دي سخنه، لو حطيت فيها البقسماط البيض هيقفش، فلازم ابردها كده شويه تاخد هوا. اهويها كده اهو، اروح اعمل كده اهو. حطيت هنا شوية فلفل اسود كده اهو، اروح اعمل ايه كده. كله يتغول ويتغلغل. صلي على الحبيب. اخش بقى الفرن. يا اخي تسمعش فاصل ايه ده؟ في ايه؟ عمال يطلع يشرب سجاير، يشرب سجاير وشاي وشاي. اصل ممنوع حد يشرب حاجه عندنا، لازم يطلع بره. مش هقول لكم يشربها فين عشان عيب. طيب هستاذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني. اوعى تغير المحطة وارد روح في حد. انا عايز اطلع لكم الموزة بقى عشان يغيظ واحد صاحبي، وطول ما قاعد فوق يتعذب. لازم اعذبه زي ما هو معذبني كل شوية فاصل 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 عشان مش لاقي حاجه قدام منه تثبته. انا هثبته دلوقتي. اذكر الله وصلى على النبي. هو ده العذاب الأليم. لازم أعذبك زي ما أنت عذبتني. افضل بقى صار فيها للصبح، ما أنا عارف طالما شفت دي هتهدي نفسيا. قلب زي ما أنت عايز ولا يهمني حاجة. نعمل بقى طبق خفيف سلطة للي عايزين يعمل دايت. سلطة بنجر بالجريب فروت والبرتقال. هو انا عملتها عشان الموسم بتاع البرتقال والجريب فروت، لان لازم نعمل حاجة هيلسي كده جنب الاكل بتاعنا ده، لغاية ما ننزل بقى على يوم السبت نعمل اكل صامي لاخواتي المسيحيين. بصوا بقى يا جماعة، الجريب فروت ده ليه تقطيع معين، مش بيتقشر تقشير عشوائي كده وبعدين كده، وبعدين باخد السكينة وانزل بيها وانا نازل كده. واروح جايب السكينه ومطهر الليفز او الالياف اللي موجوده دي كلها اهي. ما بحبش الالياف بتاعه البرتقال ولا بتاعه الجريب فروت،
طب هنعمل ايه فيه بعد كده يا باشا؟ نقشره الاول كده وبعدين نشوف هنعمل فيه. زمان كنت شغال في المانيا، كنت اقوم من النوم الصبح الساعه 5 في البريكفاست، اول حاجه اعملها اروح مطلع 30 كيلو جريب فروت اتسلى فيهم واقشر فيهم اكلهم. ايه كنت اقدر اكل حاجه؟ افضل اقشر فيهم ما يطلع عين اهلي، وفي الاخر يطلعوا في 3 دقايق من قدام مني، وبعد كده اخش بقى اقف على البيض الاومليت في البوفيه وشيل بقى. ده الواحد شاف الويل، يا ساتر، ويا ريت عاجب سي محمد. النهارده وانا جاي لقيت عربيه استفندي في الاشاره واقفه، فبقول يا سلام لو انزل كده مدي ده اخد استفنديتين. لقيت السواق نازل نفسه وباخد يسوق، قلت له انت بتاخد استفندي لوحدك؟ ما تجيب يا اخي استفنديتين. والله العظيم راح جاي يجيب لي اتنين. شعب وصل، شعب كريم يعني، واخدهم يستلم بيهم في الطريق وهو قافل واشاره قال لك انزل اخد استفنديتين. فلقيته راح جايبهم له جاي، خدت انا واحده وعيسى واحده، قعدنا كلناهم كان زي الفل قوي. بس يعني شوف الكرم بتاع الشعب المصري، مش قال لي لا وبتاع. لا البلد ما فيش بقى، خلاص كل سنه طيب، كله ترابات تتيه، اهم حاجه ترابات تتيه. نفس طريقه الجريب فروت البرتقال، ايوه يا صلاه النبي عليك. انت كنت معايا في المانيا ولا ايه؟ ابص على اجا بقى، ما جاتش من حد منكم، ربنا يحرق قلبك بزياره النبي. شاف الحلاوه، اقفل بقى. ماشي ليها فوق وتحت. نعم حاضر، فين تحت عامل سد. حاجة تانية يا فندم؟ اللي تؤمر بيه سعادتك يا فندم. يلا بقى نعمله في ليه؟ ازاي بقى يا عم نعمله في ليه؟ كده اهو، ونروح قلبين السكينة، كده اهو، ونروح قلبين السكينة، كده اهو، عشان الألياف كلها تبقى معايا. الوصفة سهلة. Thank you.
كده بشيل الارياف كلها اللي موجوده عندي. سهل قوي. ادي نفس القصه اهو. بقول لي ما تقطعوش ليه كله بالبركه كده؟ بالعكس، الالياف دي اللي بتبقى مره يا جماعه. البنجر بيبقى ممرر، اللي بمرره ايه؟ الالياف بتاعته، لكن هو كبيسس كده من جوه جميله، طعمها حلو، الفيلي بتاعها. لكن اللي عايز يعمل دايت ياكله بقى كله مع بعضه. اشتغل براحتي. انت وراك حاجة؟ لا انا اشتغل براحتي. مستعجل وراك حاجة؟ انا ماليش دعوة. هو انا عشان لك بشتغل براحتي تقول طلع فاصل وارجع لكم تاني؟ اول غير المحطة ولا تروح في حتة. رجعنا بعد الفاصل كده، بكمل اهو. محمد يا فاهم، جبت حلاوه المولد لسه؟ يبقى كام بقى؟ انا اقول انا؟ طب انت بقالك كام سنه بتاكل حلاوه مولد؟ من ساعه ما اتولدت يعني. طب انت اجرك حضرتك لو ما اكلتهاش السنه دي شوفها يا اخي في التلفزيون، اتفرج عليها زي ما الناس بتتفرج. طبعا يا عم هعمل للناس حلاوه المولد هنا يوم السبت الجاي. ان النهارده حلاوه المولد سمعت العلبه ب 800 جنيه. يا نهار اسود، ليه؟ ايه مش عايز تعمليها ولا ايه؟ لا احنا نعملها في البيت طبعا، لكن برضو لو ما عملتهاش في البيت مش هاكل، مش هجيبها. ما انا بقالي 60 سنه باكل حلاوه المولد. ايه هيجرالي بقى لما السنه دي ما اكلهاش؟ هيقولوا لي اللي ما اكلتش حلاوه المولد؟ الناس هتزعل مني عشان ما اكلتش حلاوه المولد؟ لا انا هعملها على الهوا، هعملها واجيب كمان خبير يعملها عشان يبقى ايه؟ اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ايه المشكلة يعني؟ تابعوني يوم السبت ان شاء الله هنعمل حلاوة المولد، وبلاها حلاوة المولد يعني. لو انا يعني انا معلش مع احترامي ليكو اروح اجيب حلاوة علبة ب 600 ب 800 جنيه وبعدين فيها كام كيلو؟ 4 كيلو. اسم الله. هو يعني لو انا ما جبتش علبة حلاوة المولد هقول انت مش مسلم؟ ايه؟ لا مش هجيب حلاوة المولد. يلا بالعندي بقى. طيب كده هنا ادي لون جميل قوي. بنعمل حاجة جميلة كده شكلها رائع اهو. يعني مش لازم يعني ان احنا يعني انا شايف دي كده عسل. طيب نعمل الدريسنج بتاعنا، وادي شوية بقدونس اهم. قوم بقى ايه يا سيدي،
نشيل دي منين اهو. عندي زيت ذرة وعصير ليمون وكزبرة خضر. ادي زيت الذرة وادي عصير الليمون وادي الملح والفلفل. ماشي يا باشا. حبيبي يا سيدنا محمد، حبيبي يا سيدنا محمد. والله انت صح، المفروض ياخد عسل ابيض، بس حاسب اللي جنبك بقى هي اللي ما كتبتش عسل ابيض، هحرجها وهي قاعده جنبك؟ عيب، كأن حركتك. وانا ما بحبش اوقع الدنيا في بعضي. يا حبيبي يا سيدنا محمد، ايه الجمال ده؟ أراي عمر، واو! يا واد انت يا جعان يا جعان يا جعان. هوبا، بقول له انتونس انت مش بتصوم ليه؟ يقول لي مهرمون بيصوم. هو واحد بيصوم لواحد كل يوم، واحد يصوم يعني بص زي اليونان. كان زمان العربيه الفردي والزوجي، كان الجيران مع بعضيهم اللي راكب عربيه فردي ارقامها فردي تمشي يوم السبت، الزوجي تمشي الحد. فكانوا ايه بيطلعوا مع... يا ريت احنا ننفذ التعليمات دي هنا، والله العظيم يا ريت ننفذ التعليمات دي هنا. بلاش عربيه يعني، احنا في مثلا في البيت او كده خمس تنفار، خمس تنفار معاهم خمس عربيات. طب ما ممكن يكون ده في طريقه وده في طريقه، طب ما نمشي مع بعض احنا الخمس تنفار، نروح بعربيه واحده والاسبوع بكره اروح انا معاه. كانوا بيعملوا كده والله في اليونان. فهنا بقى رومون بيصوم يوم وانطونيو يصوم يوم، بيبدلوا مع بعض. لما الاقي في طبق حلو وكويس يتاكل زي الموزه كده اقول لك انا النهارده فاطر. انت خلاص يا طيب، هيبقى يوم كامل السبت اللي بعد اللي جاي. خلاص يبقى السبت اللي بعد اللي جاي يا جماعه، انا اسف حقكم عليا، حلاوه المورد عشان ابقى قريب. حاضر يا والنبي ما تزعلي نفسي، اصل ما حدش هينفعك لو طالك عرق. نفخة زورها عليا ليه؟ مش عارف عليها منها ولا من المخرج ولا من قرن الفلفل ولا من زر البطاطا، الله اعلم. كده اهو، بقول انت خدت تطلع العجه باظت. الله يسامحك يا اخي، استر عليا حتى لو حاجه باظت مني، ده احنا شركاء مع بعض في البرنامج. طلعت. سبحان الله، انا ما كنتش متوقع كده اهو. يا عم اسلام، سلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، عاوزين نعرف البيتزا بالجبنه. بيتزا بالجبنه؟ حاضر يا عم اسلام من عيني.
صلاة النبي. أنا ممكن أقلبها بس مش هقلبها. بس أنا يعني عايز أعرف دي تتاكل إزاي. اوعى حد شايفني؟ كده عايز اشكركم على حسن متابعتكم، وبشكر مخرجنا الجميل عمي محمد فهمي. أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله. Thank you.